طبعا هسه وصلنا الى عين اخر، راس الافعى. شوف هذا ما منحوت، حجر طبيعي بشكل راس الحيه وبها عينين. المي شلون يندفع من العيون؟ مياه معدنيه طبعا، اللي هو مي جيرموك، موجود اسواق، واعتقد حسب اعتقادي حتى للعراق واصل من هذا المي. راح نفرس، خلينا ناخذها ويانا هذا. صور هذاك العين، اخر عين اخر هذا يطلع. المعلومات طبعا مي نقي لانه مياه معدنيه خاليه من الجراثيم، ما باي نوع من الجراثيم هذا. تريد تفرش لك تقنينه؟ البركه المالحه في يريفان، بركه صغيره درجة الملوحة بها عالية جدا، والسبب اللي يخلي اللي يدخل به يطوف. شوف الرجل هنا بدون أي حركة طائف فوق سطح الماء. وعلى جانب آخر هنا توجد البحيرة أخرى صغيرة، بركة أخرى أيضا مالحة لكن درجة الملوحة بها أقل. في هذه البركة لا يسمح البقاء فيها أكثر من 20 دقيقة، وبعد الخروج يجب أن تبقى تحت إشعة الشمس لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وبعدها تنتقل للاستحمام في هذه البركة الأخرى. كل هذا موجود في داخل العاصمة الأرمينية يريفان. لو حبيتوا تزوروها يمكنكم الاتصال بنا على الرقم المتواجد مع التقرير. تقبلوا تحيات أرارات للسياحة.